بس عندنا. أمينة 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 أمينة، شو فيش على حاطيش يا ها يا بنالش؟ كل الأغراض اللي تبيني بنالش، الخضرة والفواكه والبقل كل شيء بنالش. شلون العشاء معاك؟ شلون العشاء معاك؟ شلون طبخ معاك؟ شفيك تصارخ؟ كان قاعد أطبخ لك. زين بس اللحم مو راضي يستوي. شنو؟ مو راضي يستوي؟ قاسم علي يستوي، أنا قايل لك من الصبح، قايل لك من الصبح اليوم عازم مديري في الشركة أبو عيسى، قايل لك لازم العشاء يبرز على التايم. ليش؟ يا شوف واقفة، تحركي يلا تحركي. بعد قاعد تحاجيني شلون أطبخ؟ ياه أمينة؟ نعم. سويتي مشبوس لحم؟ سويت مشبوس لحم. زين. أمونة؟ نعم. سويتي صارونة لحم؟ سويت صارونة لحم. تمام. أمون؟ نعم. سويتي لحم باللحم؟ شلون يعني أسوي لحم باللحم؟ شلون؟ يعني قصدي كل شيء سويتيه باللحم، ترى مدير بعيسى ريال يحب اللحم، يتريق لحم. ويتغدى لحم ويتعشى لحم، حتى اذا كان يبي ياكل حلو ياكل لحم. اسد مو بريال. لا ريال، وين ريال؟ يا انت سويتي كل شيء باللحم، لا تخافي. ترى ها شوفي، شاري 40 كيلو لحم. 40 كيلو لحم، تعرفين شنو 40 كيلو لحم؟ يعني دافع المبلغ الفلاني حق راعي المكسب اللي يم بيتنا، مع انه خفض اليوم بعد ما ادري شلون خفضني. يعني ربع المعاش طار. ها؟ وربع المعاش طار. لا 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 صلي على النبي، ترى انا مو خسران شيء. شنو راح يصير؟ راح يصير رئيس قسم. 40 كيلو ورئيس قسم؟ شلون عيل؟ شكله ابو عيسى وصل. خلص بسرعه اقول لك. هلا طويل العمر، حياك، تفضل. حياك ابو عيسى، حياك تفضل. حياك البيت، بيتك الله يسلمك. كل شيء ناس ما طلبت الله يسلمك. تفضل. لحم؟ اي لحم ها اليوم لحم، يعني لحم. ان شاء الله عجبك الاكل. لا خوش عشي الصراحه. ولازم اطلب كل لحم، لازم تعب. اي اشوف، بس اقول كنا اللحم مو مستوي شوي. الله يسامحك يا امون، بس هو لذيذ على فكره. يعني شوي اهم شيء انه عجبك. بعد اذنك ابو عيسى بروح اشوف من عند الباب. خذ راحتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، من معي؟ معك عبد الله ناصر، مفتش وزارة الصحة. صحة؟ عز ما شاء الله صاير. أنت جاسم راشد جاسم؟ إيه أنا جاسم راشد جاسم. يا أخ جاسم، اليوم مريت المكسب اللي بيتكم وشريت لحم؟ إيه شريت 40 كيلو شريت. واللحم وين موجود؟ عندك ولا في باطنك؟ لا موجود عندي ومسوي مني عزومه اليوم. انا مسوي عزومه، حياك تفضل. يا اخ جاسم، اليوم سكينا المكسب والقينا القبض على راعيه. سكيتوا المكسب؟ ليش؟ شو السالفه؟ اللحم اللي شريته لحم فاسد، لحم ثور مصاب بالصحائي. لحم ثور وفاسد ومصاب بالسحائي ومعدي. اي نعم. ابو عيسى وقف اكل. لحم طلع فاسد ولحم ثور وفي سحائي ومعدي بعد. اقول سخنا الماي وطار اللحم. بس عندنا.
اقول على هالزحمه ونحصل لنا بركات. تحصل يا ابو تحصل. طالع الناس مو محاصله بارك وهاي موقف في باركين. شوف شوف ضيع سيارته مسكين والله. الله يعينه بس. فد الله يعينه. طالع مو بعارف تباركن من اول مره. يبلها 30 محاوله ويلا يلا تباركن. حريم حريم. هي دي شي طلعي بعد. مسكين يا ابو. طلع ذلينن ديوانيه مو باركات. عاش الشباب. الله شكول ولو اقول اجينا شايل الاغراض وروح السياره. لحقه لحقه لحقه. افا حط اغراض السياره ومشي. اقول دري عور. احنا ايش معورين راسنا اصلا؟ ايش رايكم نروح نوقف برا بلع عور راس؟ روح باش نسوي انت باش. اقول هذا اللي احنا قاعد يدور سيارته. مسكين والله مسكين والله. هذه حالتنا صدق. وين حصل بارك؟ ما في الا مبارك جنب بيتنا وانت ماشي حق المجمع زين. اي والله أجل. شوف شوف فوق في المنيو في وجبة اسمها سوشي عجيبة راح تعجبك. وانزل تحت شوي تحت. اي بالضبط هني شوف في جريل تشيكن مع صوص ابيض راح يعجبك. عجيب لذيذ. انزل تحت بالزاوية زاوية ايه هي وذق الصوب. اي شوف هني في همبرجر دبل لحم حطها مع كاتشب ومايونيز وشوية شيبس راح يكون تمام التمام. خف علينا يا قائمة الطعام. يا المينيو. يا الطباخ انت.